بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة بنها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض إن شاء الله الفصل الثالث من كتاب إدارة الموارد البشرية، استراتيجية إدارة المواهب. الفصل ده بعنوان تحليل العمل وتصميم الوظائف، وده طبعا استكمالا لما بدأناه من محاضرات خلال الفصل الدراسي الثاني. طيب، هنتكلم أولا عن تحليل العمل وتصميم الوظائف، وده إحدى المهام الأساسية لوظيفة أو لإدارة الموارد البشرية في المنظمة. المديرين طبعا أو مدير الموارد البشرية تحديدا بيهتم بتحليل المهام اللازمة لإنتاج المنتجات سواء كانت سلع أو خدمات، ومن خلال تحليل المهام دي أو الأعباء أو الخطوات أو الأنشطة المطلوبة عشان أنتج أو أقدم المنتج ده أو الخدمة حسب طبيعة نشاط المنظمة، إحنا بنقوم بتصنيف المهام دي إلى وظائف ومراكز محددة. طيب، يعني إيه وظائف ويعني إيه مراكز محددة؟ يعني يهمني الأول قبل ما أجيب أي حد أحطه في وظيفة ما جوه المنظمة أكون عارف إيه الوظيفة تحديدا، أو إيه هي الوظيفة او المهام والاعباء اللي هوكلها ليه عشان يقوم بيها. يعني انا ما اجيبش الشخص الاول وبعدين ادور له خش انت دور على وظيفة معينة او اشتغل اي حاجة جوه او هنجيبه وبعدين يبقى نشوف الدنيا بعد كده تمشي ازاي. لا، انا بحدد الوظيفة الاول، يعني بحدد ايه الوظائف او بمعنى تاني ايه المهام اللي مفروض الشخص ده هيجي يمارسها جوه المنظمة. يعني معنى كده ان هيبقى مطلوب منه مجموعة من الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بالوظيفة دي. انت مطلوب منك كموظف او كعامل جوه المنظمة انك هتعمل الواجبات والمسؤوليات المنوطة بأداء هذه الوظيفة. طيب، المركز او المنصب، المراكز بقى او المناصب دي ببدأ احدد الواجبات الوظيفية اللي هيأديها الشخص نفسه او شخص بعينه ان في منصب كذا، او بمعنى تاني المهام بتاعته او المواصفات بتاعته تكون شكلها ايه، مواصفات الشخص ده، المهارات والقدرات والمعارف، وطبعا اللي هي مرتبطة بأعباء وواجبات الوظيفة اللي احنا لسه محددينها من شوية. وبالتالي فإن تصميم العمل بقى نفسه منظمة بيهتم أو بيعتمد بالدرجة الأولى على تحليل الوظائف وتصميمها. مش بس كده، ده تحليل الوظائف ده وتصميمها هو أساس جميع ممارسات إدارة الموارد البشرية زي ما هنشوف بعد كده. طيب، تحليل الوظيفة أول خطوة عشان نبدأ نعمل تحليل للوظائف، إن احنا نعرف يعني إيه تحليل الوظيفة وإزاي أقدر أوصف أو أعمل توصيف للوظيفة دي وأحلل المهام والأعباء المرتبطة بيها. وتحليل الوظيفة هو عملية الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التفصيلية عن المهام والواجبات المرتبطة بالوظيفة دي. تحليل الوظيفة أو تحليل الوظائف ده مطلوب عشان ان هو يوفر لي المعلومات والمعارف الاساسيه للموظف، وان انا اقدر اعمل تدريب ادربه على المهام دي، لان لو حددت المهام هقدر اشوف طبيعه الانشطه التدريبيه اللي مطلوبه عشان يقدر يمارس هذه الاعباء او المهام، واقدر اقيم اداؤه على اساس هذه المهام والواجبات وانشطه الموارد البشريه الاخرى زي المكافآت والاجور وما الى ذلك. طبعا ان احنا بندي مثلا المشرف او بنبدا نقيم، او مفروض ان المشرف يبدا يقيم الموظف او الرئيس او المدير يقيم الموظف اللي عنده وفقا للاداء المطلوب. وعشان نعمل تحليل الوظائف اول خطوه ما بحتاجها ان انا اعمل وصف الوظيفه او توصيف وظيفي او الجوب ديسكريبشن للوظيفه دي. وصف الوظيفه هو عباره عن قائمه كده او ليست او زي كارت كده للمهام والواجبات والمسؤوليات اللي بتتطلبها وظيفة معينة. يعني عشان اقوم بالوظيفة دي ايه المهام والاعباء والواجبات او المسؤوليات اللي مطلوبة مني، وابدأ احطها في الوصف الوظيفي ده واحدد المهام دي تفصيلا بالاعمال والاعباء اللي مفروض تحدد مسؤوليات الشخص ده عن تجاه او عن او تجاه الوظيفة دي، ومدى تلبية الفرد لمتطلبات العمل في هذه الوظيفة. طبعا دي بتحدد الواجبات الأساسية والعناصر التفصيلية للمهام المطلوبة جوه الوظيفة المعينة، وده بيساعد المنظمة ان هي تاخد قرارات دقيقة طبعا، او بيساعد مدير الموارد البشرية تحديدا ان هو
يحدد بقى كل الوظائف والممارسات اللي بينطوي عليها عملية إدارة الموارد البشرية، زي ازاي نحدد الأجور، ازاي احدد المكافآت، وازاي اعمل الترقيات وانقل الناس، ازاي ادرب الموظفين، وايه الأنشطة التدريبية المطلوبة، وبالتالي اقدر اخد قرارات مهمة جدا متعلقة بإدارة الموارد البشرية. طيب الجزء التاني بقى اللي انا بحدد منه مركز الوظيفة، اللي هو مواصفات الوظيفة، او بمعنى اخر اللي هو مواصفات شاغل الوظيفة، مواصفات الشخص اللي هنجيبه ونحطه في الوظيفة. زي ما بنقول كده احنا دايما بنحاول، او في قاعدة عامة كده دايما بنسمعها، ان احنا نحط الشخص المناسب في المكان المناسب. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله، احنا بنحدد المكان يعني الوظيفة والأعباء والواجبات المرتبطة بيها، وبعد كده اخد الشخص المناسب لطبيعة أداء هذه المهام وفقا لما لديه من مواصفات ومهارات وقدرات ومعارف. وبالتالي فإن مواصفات الوظيفة بتتناول الصفات أو المتطلبات التي يجب أن يمتلكها الشخص أثناء أو عشان يؤدي الوظيفة دي. هي قائمة باختصار كده بالمعارف والمهارات والقدرات وغيرها من الخصائص اللي ممكن تتطور في بعض الأحيان، سواء خصائص فسيولوجية يعني خصائص جسمانية معينة لو الوظيفة بتتطلب الخصائص الجسمانية، وظائف وقدرات عقلية لو الوظيفة بتتطلب مهارات عقلية ومهارات تفكير ومهارات إبداعية وما إلى ذلك. يبقى إذن أنا بختار الشخص اللي بيتوفر فيه الخصائص والمواصفات المطلوبة عشان يؤدي مهام وأعباء هذه الوظيفة. يعني بعمل ماتشنج كده ما بين أوصف الوظيفة، وده بركز على الوظيفة نفسها من حيث المهام والأعباء والمسؤوليات والواجبات اللي مطلوب إن أنا أديها، واروح في الجهه المقابله احدد مواصفات الشاغل او مواصفات الشخص شاغل هذه الوظيفه، وده ببدا احدد بقى منصبه ومواصفاته ومؤهلاته وخبراته وما الى ذلك. الماتشنج ما بين الاثنين لو في تطابق يبقى خلاص، يبقى الشخص ده هو انسب شخص ان انا اقدر احطه او يكون منوط بيه للقيام بواجبات هذه الوظيفه. طيب مواصفات الوظيفة طبعا زي ما قلنا بتشير إلى معرفة المعلومات الفعلية أو الإجرائية اللازمة لإنجاز المهمة بنجاح، يعني زي ما احنا قلنا كده الواجبات التفصيلية، وده بيتطلب أو الواجبات والمسؤوليات، وده بيتطلب إن أنا أجي في الناحية التانية إن أنا أحدد المهارات والقدرات اللي موجودة عند الشخص المنوط بيه القيام بهذه الوظيفة. والمهارة هنا بتعني مستوى الكفاءة لدى الفرد في أداء مهمة معينة، أي قدرته على القيام بها بشكل جيد مع المعرفة والخبرة، وأيضا يمكنه اكتساب مهارة في إعداد مواصفات الوظيفة دي، وأقدر أحدد المهارات اللي مطلوبة للوظيفة. أيضا بيتطلب مني إن أنا أكتشف قدرة الشخص، إن هي قدرة دائمة لدى الشخص، وهي قدرة عامة إن هو قادر يقوم بمهام هذه الوظيفة. في بعض الأحيان ممكن الشخص يكون عنده قدرة إن هو يعني يتعاون مع الآخرين، يشتغل أو يقوم بمهام معينة، ولكن يفتقد إلى المهارة في إنجاز هذه، يعني عنده القدرة لكن ما عندوش مهارة جيدة إن هو يقدر بقى القدرات والخبرات اللي عنده تؤدي بيه إن هو يؤدي هذه الوظيفة أو المهمة. إذن لازم يتوفر عندي المهارة إن هو يبقى ماهر، والقدرة مش واحدة بس، يعني الاتنين مع بعض، عنده قدرة وعنده مهارة وعنده خبرات قادر يقوم بال الوظيفة. طيب نجيب منين عشان أبدأ أوصف الوظائف أو أحلل تحليل الوظائف تمهيدا لتصميم العمل بقى جوه المنظمة وتصميم الوظائف عشان أبدأ أنطلق منها وأعمل الممارسات المختلفة لإدارة الموارد البشرية؟ أنا محتاج في الحالة دي لمعلومات، والمعلومات هنا الحقيقة جزء مهم جدا إن أنا أعتمد عليها، وده هيخليني إن أنا يعني لازم ادور على فكرة المعلومات. طيب المعلومات احصل عليها منين؟ يعني اجيب المعلومات منين؟ طبعا انا محتاج معلومات عشان ابدأ اعتمد عليها، عشان ابدأ اعمل احدد المهام والاعباء والمسؤوليات اللي انا قلت عليها. المعلومات دي يا اما اخدها من شاغلي الوظائف نفسهم، يعني انا لو عندي واحد موجود في وظيفة فانا باجي اسأل الشخص كده ايه المهام، او تفتكر ايه المهام المرتبطة بوظيفتك، او ايه اعباء وظيفتك، او ايه الخطوات والانشطة اللي انت بتقوم بيها عشان تمارس هذه الوظيفة. بيبدأ يقول لي بقى ده انا الوظيفة بتاعتي بقوم بكذا، او
بشتغل بعمل الخطوات الفلانية 1 2 3، بعمل النشاط الفلاني وبعدين الفلاني وبعدين الفلاني. بس مشكلة بقى الحاجة دي ان هو ساعات بقى لما تيجي تسأل شخص عن مواصفات الوظيفة بتاعته بيجي تلاقيه بيبالغ جدا في ده الوظيفة بتاعتنا متعبة جدا وأعباءها كذا، وبقى وبيزود بقى على أساس يدي أهمية وقيمة للوظيفة بتاعته. طيب أقدر أعتمد على إيه تاني؟ أقدر أعتمد على آراء بقى المشرفين أو الرؤساء اللي هم رؤساء الناس اللي بيشغلوا الوظائف دي، زي المراقبين أو المشرف أو الإدارة العليا أو الإدارة الوسطى أو المديرين في مختلف الفئات أو مختلف المستويات الإدارية. أقدر أسألهم بقى، هم دول بيحاولوا يعملوا ماتشنج أو تطابق ما بين إيه اللي بيعمله أو الحاجات اللي بيفعلها شاغل الوظيفة واللي المفروض ان هم يعملوه بالظبط، يعني ما يجب ان يكون في او ما يتوفر في الوظيفة، وابدأ اجمع معلومات على هذا الاساس. طبعا اي معلومات باخدها ببدأ اسجلها وابدأ انطلق منها عشان اعمل الجوب ديسكريبشن او ان انا ابدأ اوصف الوظيفة بتاعتي. طيب احيانا الوظيفة ما بتبقاش في شكل فردي او وظيفة فردية، لان معظم الوظائف او في غالبية الوظائف بتكون الوظائف مرتبطة ببعضها، يعني في وظائف بتعتمد على وظائف اخرى او طبعا بتتكامل معها بشكل او باخر، وبالتالي يهمني ان انا احلل الاداء الجماعي او العمل الجماعي داخل الوظيفة الواحدة. وعشان احلل العمل هنا بدأ يعتمد على فكرة العمل الجماعي. العمل الجماعي بيبدأ مدير الموارد البشرية ان هم يحددوا افضل الطرق للتعامل مع الوظائف المرتبطة بدرجة كبيرة، وده بيسموه الهندسة الصناعية، ان انا بحدد افضل السبل او يعني افضل انشطة اقدر اقوم بيها بشكل مختصر عشان احقق مهام وواجبات الوظيفة دي. في طرق طبعا قياسية لطبيعة العمل الجماعي، ومن او انا عندي هنا عشان اقدر اقيس الكلام ده 3 ابعاد مهمة جدا اقدر احلل بيها الجماعي او اداء فرق العمل. ايه هي؟ تنوع المهارات، مستوى المهارات المطلوبة عند الفريق ده، ومستوى السلطة والمسؤولية اللي موجودة أو السلطات والمسؤوليات اللي موجودة، والفترة الزمنية أو الاستقرار الزمني. معناه إيه ده؟ أقدر أعتمد على الأبعاد دي زي تنوع المهارات، وهي الدرجة اللي بيتمتع بها أعضاء الفريق بمستوى معارف معينة أو قدرات وظيفية محددة. يعني إيه المهارات اللي متوفرة عند التيم ده؟ ومش شرط ان هي تبقى مهارات متجانسة، طبعا اكيد هيبقى فيه تفاوت في المهارات. مستوى السلطات، وده ببدأ اخصص منه سلطة او المسؤول عن اتخاذ القرار بين الافراد والجماعات والفريق ككل، يعني مين اللي مسؤول جوه الفريق، وابدأ احدد المسؤوليات مين اللي هيبدأ يتخذ القرار. الاستقرار الزمني هنا بيقول لي المدة الزمنية والوقت اللي هيعمل الفريق مع بعض، يعني الفريق ده هيستمر معايا على حسب مهام الوظيفة. ممكن أنا محتاج الفريق ده لمدة شهر، أنا محتاج الفريق ده لمدة سنة، أنا محتاج الفريق ده لمدة أسبوع، وهكذا على حسب ما تفرضه الوظيفة من أعباء اللي احنا كنا محددينها قبل كده وقلنا إيه واجبات ومهام ومسؤوليات الوظيفة. طيب هل تحليل الوظائف ده مهم؟ اه طبعا تحليل الوظيفة ده مهم جدا، بما فيه بقى من وصف وظائف وتحديد مواصفات شغل الوظيفة وحدد الواجبات والمسؤوليات وحدد المهارات والقدرات واعمل الماتشنج ده. ده مهم لان انا بنطلق منه اعمل كل او تقريبا غالبية ممارسات الموارد البشرية. زي ايه؟ زي تصميم العمل او اعادة تصميم العمل. يعني المنظمة يعني احيانا بتلجأ الى إعادة تصميم العمل لجعله أكثر كفاءة أو لتحسين جودة العمل ككل أو تحسين جودة بعض المنتجات، فبرجع إن أنا أعمل إعادة تصميم أو evaluation أو تقييم للوظائف. عملية تحليل الوظائف دي عملية ديناميكية، يعني عملية مستمرة، مش يعني مش هحلل الوظيفة النهاردة وأسيبها، لأ، لأن في تغيرات كبيرة جدا بتحصل في البيئة جوه المنظمة وخارج المنظمة، فمهم مهم أوي إن أنا أبدأ أعمل تحليل الوظائف ده بشكل مستمر وأحصل على معلومات مستمرة تبدأ تطور أو تعيد تصميم الأعمال. وممكن أضطر إن أنا في بعض الأحيان أغير في شكل الوظيفة أو أضيف لها مهام جديدة أو أعباء ومسؤوليات جديدة أو أشيل بعض المهام والأعباء لو اقتضت الضرورة ده وما بقاش ليها لازمة.
إعادة تصميم العمل بشكل كلي عشان يتوافق مع الأهداف التنظيمية أو الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. طيب أقدر أستفيد من تحليل الوظائف في إيه تاني؟ في تخطيط الموارد البشرية. تخطيط الموارد البشرية الحقيقة بيقوم على فكرة العرض والطلب، زي ما بنقول كده بالجوانب الاقتصادية، العرض والطلب. العرض والطلب هنا فكرته ان انا وانا بخطط الموارد البشرية انا محتاج اشوف ايه المعروض او المتاح من الموارد البشرية سواء داخل المنظمة او خارجها، وايه المطلوب من حيث النوعيات ومن حيث الاعداد او الكم. عشان اعمل ده انا محتاج ان انا احلل الوظيفة واشوف المهام والاعباء المرتبطة بيها واشوف مواصفات شاغل الوظيفة واعمل الجوب ديسكريبشن عشان انطلق منه اقول انا محتاج كام واحد، محتاج انواع قد ايه، محتاج مهارات معينة تناسب الاعباء اللي في الوظيفة دي وواجباتها. وهنا ببدأ اتمكن من تحديدها من حيث النوع، يعني النوعية او الكواليتي، المهارات والقدرات والمعارف، ومن حيث الكم انا محتاج كام واحد يؤدي مهام واعباء الوظيفة دي. طيب محتاج برضو تحليل الوظيفة او تحليل الوظائف في عملية الاختيار والتعيين، ازاي اقدر اختار الناس. وطبعا الاختيار هنا هيكون على اساس، او هاخد القرار على اساس المعارف والمهارات والقدرات اللي متوفرة عند الشخص ده. طب انا هحدد ده ازاي؟ من خلال الجوب ديسكريبشن وتحليل الوظائف. ايضا بحتاج لتحليل الوظيفة في عمليات التدريب، طبعا تحديد الأنشطة التدريبية وتحديد البرامج التدريبية اللي أنا هحتاجها لكل نوع من أنواع الوظائف جوه المنظمة. وطبعا أي برنامج تدريبي لازم أبدأ أحدد الأنشطة أو المهام التدريبية المطلوبة عشان أبدأ أنفذها وفقا للمعارف والمهارات اللي متوفرة عند الشخص ده. أيضا محتاج تحليل الوظائف في عمليات تقييم الأداء. وتقييم الأداء ده مش هقدر طبعا إن أنا أعمله، لأن لازم أقيم الأداء الفعلي، وهقيم الأداء وفقا للأنشطة والمهام والواجبات اللي مطلوب إن أنا أأديها في الوظيفة. يعني عشان تقيم أداء موظف معين أنت محتاج تشوف هو عمل إيه أو قام بالفعل بالمهام والواجبات والمسؤوليات بتاعته ولا لأ. طب يا ترى أنا كنت حددت المهام والواجبات دي قبل كده ولا لأ؟ أه حددتها وقلت له ما يجب القيام به قبل كده، اللي هو عندك واجبات 1 2 3 ومهام ومسؤوليات وما إلى ذلك. هو قام بده بنسبة كام؟ هقسم اللي قام، يعني هاخد ما تم إنجازه فعليا على أرض الواقع بما منوط به او بما يجب ان يكون او اللي هو المخطط، يعني النسبة ما بين الاتنين دول يديني نسبة الانجاز او الفاعلية للموارد البشرية اللي موجودة عندي. ايضا بحتاج تحليل الوظائف وتوصيف الوظائف في تخطيط المسار الوظيفي. طبعا كل شخص بيبقى عنده مهارة، يعني تطلع كده ان هو مش هيبقى دايما في الوظيفة دي ثابتة زي ما هو. يعني لما ببدأ انا على الدرجة الثالثة أو الرابعة أو ما إلى ذلك، طبعا بتطلع إن أنا أترقى في السلم الوظيفي إلى الدرجات الأعلى والمناصب الإدارية الأعلى، وبالتالي إن أنا بعمل موائمة ما بين مهارات وتطلعات الأفراد مع الفرص الوظيفية المتاحة، وأبدأ أعمل تخطيط المسار الوظيفي ده لكل وظيفة موجودة وأقوله، بحيث إن الشخص بيبقى عارف إن أنا لما هاخد الوظيفة دي او هبدأ في الوظيفة دي هنتهي في سلم، لها سلم كده هبدأ انتهي فيها ان انا اوصل لمنصب معين وفقا للتطور في مهاراتي وخبراتي. ايضا بحتاج تحليل وتصميم الوظائف عشان نبدأ نقيم الوظائف في حد ذاتها. يعني أبدأ اعمل قيمة الوظيفة دي، هل لسه ممكن، يعني زي ما كنا بنقول من شوية، استغني عن وظائف معينة موجودة ما عادش لها أهمية، وممكن يعني اطور بقى او ابدا ابحث عن وظائف جديده تناسب المتطلبات الجديده. يعني فكره لو الوظيفه كانت بتتم بشكل معين وبدات تدخل نوع تكنولوجيا معينه، ببدا اطور بقى في الوظيفه وادخل التكنولوجي واعمل تدريب للناس عشان يبدا يمارس مهام الوظيفه. ايضا ببدا اقيم الوظيفه عشان اشوف الاجور،
الاجر اللي هقدر اديه للشخص في كل وظيفة من الوظائف، وهل الاجر ده يتناسب مع طبيعي مهام الوظيفة ولا لا، بحيث تبقى الاجور عادلة، ما يكونش المهام كبيرة جدا وفي نفس الوقت بياخد اجر قليل قوي. فده طبعا بيحقق نوع من عدم العدالة، وده بيعمل لي عدم الشعور بقى بالانتماء للعمل من قبل العامل او الموظف ده، وطبعا بيعمل مشاكل. فبالتالي ان انا لازم ادور على فكرة هياكل اجور عادلة وفقا لتقييم هذه الوظائف مسبقا. يهمني ايضا في ضوء تحليل الوظائف ان انا او تحليل تحديد مواصفات شاغل الوظيفة، ان انا ادور على حاجة او اعمل حاجة اسمها نماذج الكفاءة. والكفاءة هنا يعني انا بدور على الكفاءات اللي المفروض احطها او اشغلها عندي جوه المنظمة. طيب الكفاءة هنا هي مجال من القدرات الشخصية اللي بتمكن الموظفين من اداء عملهم بنجاح، يعني مدى الكفاءة المتاحة او القدرات والمعارف والخبرات اللي متاحة عند الشخص ده عشان يقدر يمارس مهام واعباء الوظيفة. ده بيتطلب طبعا من المديرين او مدير الموارد البشرية تحديدا ان هو يقدر يعني يتصرف كده بشكل عادل ويعمل تنويع في المهام، وان هو يهتم بالعميل او الموظف كعميل عنده. يعني طبعا بتركز نماذج الكفاءة بشكل اكبر على كيفية عمل الاشخاص، يعني انا بركز هنا على الجزء المتعلق بمواصفات الوظيفة او بمواصفات شاغل الوظيفة اللي هو الجانبين اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنهم من شوية، بينما تحليل الوظيفة ده بيركز على الوظيفة نفسها بشكل اكبر، على المهام ونتائج العمل، على المهام والنواتج اللي المفروض تخرج من هذه الوظيفة. طبعا نماذج الكفاءة هنا بتساعد متخصصي او مدير الموارد البشرية ان هم يقدر بقى يستقطب ويوظف المواهب، او اقدر ادير بقى المواهب من حيث جذب الكفاءات او المواهب اللي متاحة، وازاي اقدر احافظ عليهم، وازاي اقدر انمي هذه المواهب وادور على الكفاءات عشان تلبي متطلبات واعباء الوظائف اللي موجودة عندي. طبعا الكفاءات هنا لما ببدأ اشتغل على نموذج الكفاءة وانمي المواهب، ده بيديني كده زي قائمة اقدر اختار منها افضل شخص لشغل المناصب الشاغرة اللي هي هتبقى فاضية بعد فترة من الزمن، واقدر اعمل احلال للعمالة وفقا للمناصب اللي موجودة او للوظائف اللي هتبقى متاحة في ذلك الوقت. طيب في تحليل الوظائف انا عندي كده مجموعة من التوجهات في تحليل الوظيفة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ احيانا زي ما قلنا كده من شوية ان تحليل الوظيفة عملية ديناميكية مش ثابتة، واحيانا بيحتاج مدير الموارد البشرية او المديرين جوه المنظمات بشكل عام الى اجراء تعديلات في هيكل الوظائف او مهام الوظائف او اعبائها ومسؤولياتها عشان تتوافق مع المتطلبات بقى البيئية والمتطلبات الشخصية للعمال نفسهم وظروف العامل وظروف المنظمة والمتطلبات البيئية أو الضغوط البيئية خارج المنظمة. يهمني قوي إن يتم تحليل أو وصف تحليل ووصف الوظائف بشكل دقيق عشان نتلافى المشاكل الناتجة، لأن أي خطأ في تحليل ووصف الوظائف هيبدأ يطلع لي أشخاص أو مؤهلات غير مناسبة مع طبيعة وأعباء الوظيفة، وده هيعمل لي مشاكل بعد كده، وبالتالي مش هقدر أحقق النواتج اللازمة أو الأداء المطلوب. فأنا بتجه لأولا تصميم الوظيفة. خلينا نصمم بقى، نصمم الوظيفة إزاي؟ وتصميم الوظيفة وفقا لكل الكلام اللي احنا بنقولناه ده، احنا بنعتمد على كل الحاجات اللي احنا قلناها من شوية، اللي هو محتاج احلل الوظائف، محتاج اعمل مطابقة ما بين مهام واعباء وواجبات الوظيفة، دي ناحية. الناحية التانية مواصفات وخبرات ومهارات ومعارف شاغل الوظيفة، الماتشنج او المطابقة ما بين الاتنين تعمل لي ان انا اقدر احط الشخص المناسب في المكان المناسب.
طب تصميم الوظيفة، أقدر أصمم الوظائف وفقا لنواتج تحليل الوظيفة، أقدر أصمم بقى كل وظيفة على حسب النواتج أو على حسب ما مخرجات عمليات تحليل الوظيفة. وبالتالي فإن أي منظمة لو أنا عايزة إن أنا أعمل الموضوع ده أو إن أنا أصمم الوظيفة، يهمني تحليل الوظائف ويهمني تحليل تدفق العمل. يعني إيه تحليل تدفق العمل؟ يعني نبدأ نحلل المهام اللي مطلوب تنجز في كل خطوة أو كل مرحلة من مراحل الوظيفة اللي إحنا بصدد تصميمها. يعني أبدأ كده أشوف العمل بيمشي إزاي، بيقوم بالخطوة يعني الأولى، وبعدين بينتقل للخطوة اللي بعدها واللي بعدها، وأبدأ أحدد الخطوات اللازمة والتدفق اللي لازم يتم. وبالتالي فإن تصميم الوظيفة هو عملية تحديد كيفية تنفيذ العمل والمهام المطلوبة في وظيفة معينة. إزاي هننفذ العمل ده، وإيه المهام والواجبات المطلوبة في وظيفة معينة، وده بعتمد بشكل كبير فيه على تحليل الوظائف أو النواتج بقى أو متضمن منه الجوب ديسكريبشن أو وصف الوظيفة. وصف الوظيفة بقدر أخد منه في عملية تصميم الوظيفة بقى إن أنا أحدد المهام والأعباء المطلوبة في وظيفة معينة. طيب يهمني إن أنا أصمم وظائف كفأة وفاعلة، يعني أهتم بإن الوظيفة تحقق لي نوع من أولا التركيز على إنجاز مهام وأعباء الوظيفة، بس ما تجيش قوي على العمال. يعني دايما بنحقق التوازن ما بين حاجتين، إن أعباء ومهام الوظيفة والواجبات المطلوبة إن هي تنجز على أكمل وجه، وفي نفس الوقت نراعي راحة العمال والمتطلبات العامل نفسه بقى من حيث عدد ساعات العمل، وإن هو السهولة في إنجاز المهام ومدى درايته وخبرته بيها وما إلى ذلك. وبالتالي إحنا بنطبق حاجة اسمها الهندسة الصناعية. الهندسة الصناعية دي بتبدأ تقول لي إن هي إيه أبسط الطرق أو أبسط الخطوات زي ما كنا بنقول عشان نقدر ننفذ هذه الوظيفة أو هذه المهام. وبالتالي أقدر أدرب أي شخص تقريبا بسرعة وسهولة لأداء الوظيفة دي على الوجه الأكمل. أيضا يهمني كمان في تصميم الوظائف إن أنا أختار أو أصمم وظائف جاذبة ومحفزة للعمال أو للعاملين عندي. يعني في تصميم الوظيفة براعي إن لو الوظيفة دي محتاجة عمالة ماهرة أو عمل بسيط، ممكن تكون الوظيفة محتاجة أعمال بسيطة جدا فمش فبتحتاج نمط معين من العاملين، وممكن تكون الوظيفة دي محتاجة مع عمالة أو عمالة ماهرة أو على قدر كبير من المعرفة. وبالتالي ده بيحدد بقى أهداف كل وظيفة، وصاحب العمل بيتأكد إن هو حقق توازن ما بين إن المهام والأعباء بتاعة الوظيفة تنجز على أكمل وجه، وما بين حاجة بنسميها الرضا الوظيفي، إن العامل يكون راضي عن الوظيفة دي أو معتقداته تجاه هذه الوظيفة، وده بينعكس على التزامه بقى التنظيمي والتزامه جوه المنظمة. وعشان نحسن الرضا الوظيفي ده، المنظمات أو مدير الموارد البشرية يحتاج إلى تصميم وظائف تراعي العوامل اللي تجعل الوظيفة أكثر جذبا أو تجعل الوظيفة دي محفزة. طيب من النماذج اللي بتوضح لنا إن إزاي نجعل الوظيفة دي جاذبة ومحفزة هو نموذج خصائص الوظيفة. نموذج خصائص الوظيفة ده يعني له 5 أبعاد مهمة جدا لازم نعمل توازن ما بينهم. أول بعد اللي هو تنوع المهارة، وده مدى المهارات المطلوبة لتنفيذ مهام معينة، يعني المهارة المطلوبة لكل نوع من الوظيفة أو كل نوع من الواجبات جوه الوظيفة. اكتمال المهمة، وده بيحدد إيه المهام أو الوحدات أو المهام اللي لازم ننفذها أو الأنشطة اللي المفروض تنفذها جوه الوظيفة من البداية للنهاية بحيث أوصل للنتائج المرجوة. يعني إيه الخطوات والأنشطة
اللي مفروض اقوم بيها جوه هذه الوظيفة او تدفق العمل زي ما كنا بنقول من شوية. اهمية المهمة مدى تأثير الوظيفة على اشخاص اخرين، يعني هل في زي ما قلنا كده في علاقات تكامل وترابط ما بين الوظيفة ووظائف اخرى، ولا الوظيفة دي مستقلة زي ما بنقول كده الاستقلالية، ودي حاجة هي الدرجة التي تسمح بها الوظيفة للفرد باتخاذ قرارات بشأن طريقة تنفيذ العمل. وهنا الاستقلالية المقصود بها انك تقدر، هل عندك قدر من حرية التصرف جوه الوظيفة، يعني هل القرارات بتجيلك من اعلى او من الادارة العليا انت بتنفذ بس، ولا عندك مساحة انك تقدر تتصرف وتاخد قرارات في طبعا في حدود هنا وتفويض معين للسلطات والصلاحيات. ايضا البعد الخامس وهو الفيدباك او التغذية العكسية، وده هل يعني هل الشخص بياخد معلومات مرتدة حول الأداء بتاعه جوه الوظيفة ولا لا، يعني هل انت عملت كويس فبنقول لك انت شغال كويس جوه، ولا في نواحي قصور معينة نبدأ نشتغل عليها ونرجعها. وفي الحالة دي لما انا بغطي كل العوامل دي ببدأ اوصل لتصميم وظائف يراعي او جاذب او يراعي تحفيز او يحقق نوع من الوظائف المحفزة للعاملين ان هم يعملوا في هذه الوظائف. طيب من ضمن الاتجاهات برضو في عمليات تصميم الوظائف جوه المنظمة هو توسيع الوظيفة او الجوب انريتشمنت. توسيع الوظيفة بيعني توسيع انواع المهام اللي بيتم تنفيذها جوه الوظيفة. احنا قلنا من شوية ان كل وظيفة بيبقى جواها مهام وانشطة مطلوب القيام بها، قد يكون المهام دي هي مهام محددة وروتينية متكررة بشكل روتيني معروفة، ان هو العامل ده بيجي الصبح بيعمل كذا، وبعدين بيجي الخطوة اللي بعدها بيعمل خطوة معينة، لو هو على خط انتاج فبيبدأ ياخد المنتج ده بيعمل مهمة معينة ويسلمها للزميل اللي بعده وهكذا، يعني في وضوح في المهام او مهام محددة ومتكررة. احيانا عشان نصمم الوظائف وتكون جاذبة وندفع بقى ما يسمى بالملل في الوظيفة، لا انا اقدر اعمل اوسع المهام اللي مرتبطة بالوظيفة. الهدف هنا بيبقى ان جعل الوظائف اقل تكرارا واكثر اثارة، يعني انا عايز اشيل حتة الروتين منها وان انا اوسع الوظيفة. طبعا ده بتحتاج المنظمات ان هي ممكن عندها اهداف معينة عايزة تحققها، او في توسعات هنعملها، او لو لجأنا ان احنا نعمل الداون سايزنج او ان احنا نقلل حجم العمالة، فبالتالي ببدأ انوع بقى المهام واوسع المهام اللي يقدر يقوم بها عدد اكبر من الافراد. ايضا بتستخدم المنظمات توسيع الوظيفة لجعل الوظائف طبعا زي ما قلنا محفزة وجاذبة اكتر، وده بتستخدم فيه ادوات زي تمديد الوظيفة او تدوير الوظيفة او اثراء الوظيفة. معناه ايه الكلام ده؟ تمديد الوظيفة ان انا ببدأ اوسع الوظائف من خلال الجمع بين عدة وظائف بسيطة نسبيا لتشكيل وظيفة من نوع واسعة من المهام، يعني بدل ما كان في مهام محددة وروتينية ومتكررة 4 5 مهام، لا ببدأ اضيف وظائف طبعا مرتبطة بالوظائف الحالية عشان تبدأ تعمل لي توسيع للمهام اللي مطلوبة في الوظيفة. زي ما بنقول مثلا حد يقدر يجمع مثلا موظف استقبال ويعمل برنت ويكون مسؤول عن الملفات، فهنا عامل اكتر من مهمة داخل الوظيفة. ايضا بنتكلم عن تدوير الوظيفة. تدوير الوظيفة انه هنا بيتم من خلاله توسيع الوظائف ان احنا نبدأ نعمل الروتيشن او اللي هو التدوير، يعني الشخص ما يفضلش في وظيفة واحدة متكررة هي اللي بيعملها كل يوم. فيبدأ تلاقي كده في بعض المنظمات ان هو بيبدأ ينقلك تعمل في قسم الحسابات شوية، وبعدين تبدأ تخش في قسم شؤون العاملين شوية، وبعدين تبدأ تخش القسم اللي بعده، وبعدين تبدأ تخش المعمل او تخش حسب طبعا طبيعة نشاط المنظمة. فيبدأ هنا بتبدأ تلف على كل الوظائف اللي موجودة جوه المنظمة او بعضها على حسب اهداف الوظيفة واهداف صاحب العمل.
وبالتالي هنا ببدأ أعمل الروتيشن، يعني أنا أنقل الموظف بين العديد من الوظائف المختلفة جوه المنظمة، وده طبعا بيساعد إن الموظف نفسه أو العامل يكتسب مجموعة كبيرة من الخبرات، لأنه هيبقى في الوظيفة دي هيكتسب خبرات ومهارات معينة، هينقل لوظيفة تانية هيكتسب مزيد من الخبرات. طبعا بعض المنظمات ما يعني لا تنتهج النهج ده ويهمها قوي، أنا طالما العامل متقن لمهام وظيفة معينة وشغال فيها كويس وبيأدي الوظائف دي حتى لو روتينية ومتكررة، أنا عايزه يتقنها وخلاص، مش عايز منه أكتر من كده. لكن في تدوير الوظيفة ده بيبدأ يعمل إن الوظيفة تبقى أكثر جاذبية، العامل ما يحسش بالملل، ما يحسش إنه بيأدي وظائف روتينية قد تكون مرهقة في بعض الأحيان، لكن الروتيشن ده بينوع المهارات وبينوع الخبرات لدى العمال. أيضا ممكن يقوم لو أنا في فريق عمل، ممكن يقوموا بتجميع المكونات مثلا في يوم واحد ويبدأوا يعبوا المنتجات في صناديق في يوم آخر، فبالتالي أنا ببدأ إيه يعني أنوع شوية، مبقاش العمل روتيني أو العمل يبقى مختلف. طبعا مع هنا الوظائف الموسعة تكون الأنشطة متكررة، ولكن هنا طبعا بيبقى فيه تباين أكبر حتى لو النشاط نفسه مكرر يعني. طيب بنيجي لحاجة تانية برضو اسمها إثراء الوظيفة. إثراء الوظيفة هي تمكين العاملين من إضافة المزيد من سلطة اتخاذ القرار للوظائف، يعني يبقى عنده مزيد من الصلاحيات اللي يقدر ياخد بيها قرارات جوه الوظيفة، لأن أحيانا بتبقى الوظيفة جاذبة أو محفزة، بعض الناس بتهتم قوي بحاجات تحقيق الذات وحاجات انك تديله صلاحيات اوسع وقدرات ومهام اوسع جوه الوظيفة افضل من انك تحفزه بشكل مادي باجور، يعني زي ما احنا بنقول في حوافز مادية زي الاجور وفي حوافز معنوية، وبالتالي ان انا بسعى هنا ان انا ازود السلطات او الصلاحيات المخولة للموظف ده او للعامل بحيث ان هي تسمح له بالقرارات مرتبطة بالوظيفة بتاعته. ايضا من ضمن الاتجاهات في تحليل وتصميم الوظائف ان نعمل تصميم وظيفة يتناسب مع فكرة الادارة الذاتية او فرق العمل ذاتية الادارة، ان احنا بدل ما نعتمد على اثراء الوظائف الفردية بتلجأ بعض المنظمات ان هي تعمل تمكين للموظفين، واحنا بنصمم العمل على اساس ان يبقى دي فرق عمل ممكنة عندها صلاحيات وعندها مسؤوليات ان هي تاخذ قرارات او تاخد قرارات تاخد اجراءات وقرارات مرتبطة بالوظيفة، وبتتمتع بسلطة أو بسلطة اتخاذ القرارات وإدارة كافة شؤونها بنفسها، وبالتالي بيكون لأعضاء الفريق سلطة تحديد بقى مواعيد العمل وتوظيف الأعضاء، إن احنا نختار الأعضاء اللي هيشتغلوا جوه الوظيفة ونحل لو في أي مشاكل مرتبطة بيها ونقيم أداء الفريق ونشوف إيه المهام المطلوبة ونعمل كل المهام اللي المفروض إن هي تتم من خلال مدير الموارد البشرية، لا هم ده كفريق ذاتي بيبدأ يعمل إدارة ذاتية لنفسه. أيضا من ضمن الاتجاهات هي تصميم الوظائف في ضوء جداول العمل المرنة. جداول العمل المرنة أنا ما ببقاش ملتزم بجدول العمل اليومي أو الساعات العمل اليومية اللي هي من الساعة كذا للساعة كذا أو على حسب متطلبات العمل واللوائح، لكن أنا هنا ممكن أعمل جداول عمل مرنة، وده بدي حرية للموظف ان هو ينظم عمله بالكيفية اللي هو شايفها في ضوء طبعا متطلبات المنظمة والمهام والواجبات اللي مطلوبة او المطلوب ادائها، وهنا بيبقى فيه مرونة او بتترك المنظمة مرونة للعاملين او الموظفين ان هي تحدد بقى توقيت العمل وان احنا هنشتغل ازاي، وممكن نلجأ في بعض الاحيان اللي هو للعمل من المنزل أو نتفق على مواعيد معينة للعمل ونبدأ نحقق الأهداف المطلوبة. زي ما قلنا من شوية في
اتجاهات تصميم الوظائف ان انا ممكن اعمل الجوب شيرينج او مشاركة الوظيفة. مشاركة الوظيفة ده احدى الخيارات اللي بنقدر مثلا يقوم موظفين، اتنين من الموظفين او فريقين من فرق العمل، ان هم يعملوا او يشتغلوا بشكل جزئي على مهام مرتبطة بوظيفة واحدة. يعني زي ما بنقول كده الشيفت، ان هو شيفتات، انا كموظف اشتغل من الساعة كذا للساعة كذا او من الساعة 8 للساعة 12، ويجي انت كموظف تاني تكمل الشيفت التاني اللي بعدي من 12 لحد مثلا 4 او ما الى ذلك، على حسب توقيتات العمل وعلى حسب المهام المرتبطة بالوظيفة دي. الترتيبات دي بتدي حرية طبعا للعاملين، وبتجعل الوظيفة دي أكثر جذبا، بحيث إنك لو مش ملائم معاك اللي هو الشفت الأولاني أو الجزء الأول من العمل أو ساعات العمل الأولى أو المهام المرتبطة بالجزء الأول، تقدر تبحث عن المهام التانية أو الجزء المكمل ليها. وده بيديك بقى حرية طبعا إن أنت توائم ما بين العمل والحياة الاجتماعية. طبعا بتتطلب متطلبات الوظيفة القدرة على العمل بشكل تعاوني، وان احنا نقدر طبعا لازم حتة الكوردينيشن او التنسيق ما بين الاشخاص القائمة على الوظيفة عشان ما يحصلش اي دروب او يحصل اي مشكلة في انجاز المهام المرتبطة بالوظيفة. زي ما قلنا من شوية، التطور في تكنولوجيا المعلومات حقق لي طفرة كبيرة جدا في انجاز العمل، واتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن فكرة إدارة الموارد البشرية الإلكترونية، فبدأنا نوظف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة وتطوراتها في إدارة الموارد البشرية. ويمكن أفضل مثال على الجزء ده اللي هو العمل عن بعد أو التيلي وورك. والحقيقة اللي احنا بنعمله دلوقتي واحنا بنعمل المحاضرة ده هو جزء من التيلي وورك أو العمل عن بعد. العمل عن بعد يعني لا يتطلب انك تبقى موجود في مكان العمل بشكل مستمر، ولكن تقدر تعمل من المنزل. يعني يبقى عندك مهمة معينة تقدر تنجزها من خلال مثلا طبعا استخدام وسائل زي الانترنت، البريد الالكتروني، او نظم المعلومات، قواعد البيانات، او مختلف الوسائل، وتقدر تدي او تقلل الوقت اللي تقدر تقضيه في العمل، وتقدر تقل يعني تؤدي المهام من المنزل او من اي مكان اخر، وتقدر توصل للتسهيلات اللي مرتبطة بالعمل. وده بيحقق المرونة الحقيقة، وبيخلي الوظائف اكثر جذبا. وده طبعا بيبقى مهم جدا لبعض الاشخاص من ذوي القدرات الخاصة او حتى الناس الطبيعيين، ان هم يقدروا يعملوا الموائمة بقى او الكواليتي اوف ورك لايف او جودة الحياة الوظيفية ما بين الوظيفة والاعباء الحياتية العادية. وطبعا بيكون معدل الغياب في الموظفين طبعا اللي بيعملوا عن بعد مقارنة بالناس اللي هم محتاج يروح الشغل كل يوم، طبعا هنا بقلل فكرة بقى معدل دوران العمالة والغياب وما الى ذلك، وقد يشجع بعض الناس العمل من المنزل او التيلي وورك او العمل عن بعد عموما يعني. وده بيتطلب طبعا زي ما قلنا المهارات والقدرات اللي مطلوبة للعمل عن بعد، لان بعض الناس مش متاح بالنسبة له ان هو ما يقدرش يستخدم نظم معينة، ما يقدرش يستخدم حتى الانترنت، فبالتالي ما اقدرش اقول له تعالى اعمل عن بعد وانت اصلا مش ملم او ما عندكش خلفية عن كيفية التعامل مع جهاز الكمبيوتر او الانترنت. ايضا في تصميم الوظائف بنبدأ او بنتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها تصميم وظائف الهندسة البشرية. يعني ايه؟ يعني زي ما انا بعمل موائمة ما بين طبيعة المهام المطلوبة ومواصفات شاغل الوظيفة، يهمني قوي ان انا اركز في شاغل الوظيفة ده على معدلات الامان والراحة اللي مطلوبة للعامل اثناء تأدية مهام وظيفته. وبالتالي ان هنا حتى القدرات الجسمانية للاشخاص، وان انا ما اعمل لهمش او اتسبب لهم في اي امراض او
ان انا اتسبب في معدلات اجهاد بدني عالية للموظفين، فبالتالي بلجأ لحاجة اللي هي الهندسة البشرية عشان اعمل او احقق سلامة بيئة العمل. وده مصطلح بيسموه الارجونوميكس او الارجونوميكس، ده بيسمى بالهندسة البشرية، ودي يعني دراسة العلاقة ما بين الخصائص الجسدية والبدنية والصحية وخصائص بيئة العمل المادية. يعني ايه المواصفات اللي بتكون موجودة او مطلوبة في الشخص، وفي نفس الوقت مواصفات ان هي تحافظ على امان وسلامة الشخص ده بدنيا، وان تقلل طبعا وصحيا، وان تقلل مستوى الشكاوى الصحية، وتوفر له بيئة عمل مناسبة زي ما احنا بنقول كده، من حيث الإضاءة والتهوية وساعات عمل جيدة، يعني توفر نوع من الراحة للعامل. يبقى زي ما بركز على إنجاز المهام، أركز برضو على توفير مستوى جيد من الأمان والراحة للعاملين. ايضا في تصميم الوظائف يهمني اوي ان انا اصمم الوظائف اللي بتراعي القدرات والقيود العقلية او القدرات العقلية. يعني ما يهمنيش بس طبعا زي ما قلنا القدرات الجسمانية، ايضا قدرات المنتاليتي او قدرات التفكير والمهارات والخبرات عند كل شخص، بحيث ان انا اقدر احط الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة. يعني زي ما كنا بنقول ان الوظيفة اللي محتاجة أو اللي أنا محتاج أحط شخص على مستوى معين من المهارة والخبرة، ده مهم قوي إن أنا أحطه في وظائف معينة تتطلب تفكير ومستوى معين من المعرفة والخبرات، والمعرفة مثلا والدراية بتكنولوجيا المعلومات أو القدرات الإبداعية وقدرات حل المشكلات. ده على العكس من شخص ممكن أحتاج لشخص يتوفر فيه قدرات جسمانية فقط، أنا محتاج واحد يعني عامل بسيط، عامل نظافة، عامل في المستويات الدنيا، عامل هيحرك آلات، فمحتاج حاجات جسمانية فقط، مش محتاج إن هو يبقى عنده خبرات عقلية أو قدرات عقلية. وبالتالي وأنا بصمم الوظيفة مفروض إن أنا بصممها في ضوء الطريقة اللي بيعالج بيها العقل المعلومات، بما يعني تقليل متطلبات معالجة المعلومات لأي وظيفة. وده طبعا بيساعدني فيه اللي هو تحليل الوظيفة، وان انا اقدر احلل واجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن الوظائف. طبعا في النهاية نقدر نقول ملخص تحليل وتصميم الوظائف ان تحليل الوظائف ده جزء اساسي وجزء اصيل من ممارسة مهام واعباء إدارة الموارد البشرية. يعني عشان أعمل إدارة جيدة للموارد البشرية، أنا محتاج إن أنا أصمم الوظائف بشكل جيد، أحلل الوظيفة، أجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الوظائف دي، أحدد المهام والواجبات والأعباء المرتبطة بالوظيفة، وده بنسميه الجزء المتعلق بالوظيفة نفسها. والجزء التاني اللي بنعمله ماتشنج اللي هو مواصفات شاغل الوظيفة أو المهارات والقدرات والخبرات اللي المفروض تكون موجودة عند شاغل الوظيفة. وده بيساعدني في تصميم العمل أو تصميم الوظيفة نفسها. وقلنا إن في مجموعة من الاعتبارات لازم تراعى في تصميم الوظائف، إن هي لا تركز فقط على المهام المطلوب أدائها، ولكن تركز أيضا على القدرات اللي موجودة عند العامل، سواء كانت قدرات جسمانية قدرات عقلية، وإن هي يكون في تناسب ما بين طبيعة المهام المطلوبة ومستوى المهارات والقدرات المتوفرة عند العامل. وطرحنا بعض القضايا أو الاتجاه في تصميم الوظائف زي إثراء الوظيفة وتمديد الوظيفة وتوسيع الوظائف، وإزاي أصمم وظائف مناسبة للقدرات الجسمانية، وتصميم وظائف تلبي القدرات والقيود العقلية، وما إلى ذلك. في النهاية طبعا يهم إن الناس تعمل تطبيق على الكلام ده، وإن احنا عندنا حالات عملية موجودة في صفحة 115، نقدر نشوف أو نحل الحالات العملية دي زي ما اتفقنا كل مرة، ونبدأ نبعت الحاجات دي أو الحالات دي ممكن على الإيميل.
يعني، وانا كنت سبت الايميل في المحاضرة اللي فاتت، وهو manager2020@gmail.com. يعني من ضمن الحالات دي ازاي تحلل وظيفة ممثل خدمة عملاء في ضوء المعلومات اللي احنا قلناها، ازاي نصمم نماذج الكفاءة في احد ايه الكفاءات او ايه القدرات والمهارات المطلوبة في الوظائف اللي موجودة في بنك مثلا. الحقيقة دول هيساعدونا ان احنا يعني نتكلم بشكل عملي عن تحليل وتصميم الوظائف. وطبعا لو في اي تساؤلات طبعا موجود تحت امركم. طبعا بتمنى لكم كل التوفيق، ونشوفكم ان شاء الله في او في المحاضرة القادمة بإذن الله. شكرا.